أهلا بكم. وقعت زوال اليوم قناة شنقيط الفضائية عقد شراكة بينها وبين الاتحادية الوطنية لكرة القدم، يخول بموجبها القناة بنقل مباريات دوري الدرجة الأولى الوطني ومباريات المنتخب الموريتاني المرابطون. حضر مراسم توقيع الاتفاقية ممثل عن الشركة الراعية للمنتخب الموريتاني موريتل. يذكر أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الاتحادية وقناة إعلامية حرة دعما للرياضة الوطنية عموما وكرة القدم خصوصا، وهذا ما أكده مدير القناة أحمد والمحمد لمين. باسم قناة شنقيط شاكر اتحادية كرة القدم الموريتانية وزميلي وأخي رئيس الاتحادية أحمد اليحيق على هذه الجهود اللي عدل في سبيل تطوير كرة القدم الموريتاني، واللي أصبحت واضحة جدا للعيان، تطور الملحوظ والتقدم اللي وصلت فيه موريتاني المراحل ما قد وصلت لهم السابق هذا، واللي الحمد لله تطور يتزايد. وتأتي هذه الخطة اللي هي توقيع هذا الاتفاق لنقل المباريات بشكل مباشر، أيضا خطوة تنضاف الخطوات التي تم تحقيقها في هذا المجال. وهذا العقد ليس إلا دعما للرياضة في موريتانيا. فيما ثمن رئيس الاتحادية أحمد اليحيى جهود القناة في الرفع من مستوى الإعلام عموما والرياضي منه بشكل خاص. شنقيط الفضائية على دورها القائمة به دعم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، واليوم توقيعنا معهم هذا العقد بحضور الشخصيات المحترمة ومؤسسة موريتل الداعمة والراعية لنشاطات الاتحادية الوطنية لكرة القدم. هذا التوقيع جاء شاف وقت الاتحادية كانت تطالب به منذ زمن أن المباريات والبطولة الوطنية للدرجة الأولى ومنتخباتنا الوطنية تعود دائما تجبر النقل الحي والمباشر اللي لا يعطيها دفع ويعطي جمهورنا الرياضي بصفة عامة وسيلة أنه يشوف مباراة على الفضاء.